طبعا نحن نعتز بهذا النوع من الشراكة والعمل المشترك في تنفيذ الاستشارات والتطوير والتدريب، ومن جانبنا كمجموعة الظفرة الإعلامية وما لدينا من إمكانيات قادرين على تقديم خدمات هذا التعاون لتحقيق أفضل النتائج. وبالمقابل شركة تي في سي لديهم متخصصين وخبراء واستشاريين سيكون لهم دور كبير في إنجاح هذه المشاريع المشتركة بإذن الله. اتفاقية هامة بطبيعة أن قناة الظفرة امتازت بشكل لطيف برؤية مستقبلية للإعلام، العودة إلى أساسات الإعلام الثلاث: الصوت والصورة والمحتوى. الصورة موجودة والمحتوى غني، نحن سنعيد للصوت رونقه في تي في سي مركز الصوت من خلال تدريب الإعلاميين، الإخبار والتقارير والوثائقيات وحتى البروموشن والإعلانات، على إعادة استخدام أصواتنا بشكل احترافي ومؤثر. الإعلام هو تأثير.